بسم الله الرحمن الرحيم. أكشن باك سيكس سيكست جريد، الصف السادس. بيوبلز بوك دي كولورفول وان، الكتاب الملون. ريفيو مراجعة 10 تو بيج 53. Please my sons and daughters be interested and helpful enough to share me. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. Listen، استمع. Imperative form، صيغة الأمر. كل فعل حالة أولى، simple present، بنقدر نعمله بالimperative form. الimperative form حالة أولى من الفعل without any addition، بدون أي إضافة. Listen، استمع. And answer، أجب. Listen and answer، استمع وأجب. Before listening and answering، we'll study the explanation from our copy book. Then we'll come back to our pupils book. So do your best, my little sons and daughters, to help me. Listen, يستمع. Listen, listen. Answer, يجيب. Answered, answered. الفعل اللي بنضيف له إيدي بالsimple past والpast participle we call it regular verb، نسميه فعل منتظم. Okay. What، ما أو ماذا. I use what when I want to ask about things، لما بدي أسأل عن الأشياء. الأشياء يعني الغير عاقل، الغير الإنسان. When I want to ask about person، لما نسأل عن شخص. Or people، أو أشخاص. I use something we call it who. A task، مهمة. It's singular noun. What's the meaning of a task؟ أجب، مهمة أو وظيفة. Plural form from it، tasks، مهام. Equal jobs. We have talk. توك الفعل حالة أولى، توك توك توك. كل فعل حالة أولى we call it simple present، منسميه مضارع بسيط. هو أبسط حالة، نستعمل المضارع للبسيط دايما للأشياء repeated activities، للأنشطة المتكررة، أو للفاكتس الحقائق، أو للdescriptions الوصف. When I want to describe someone or something، للأشياء الثابتة permanent الدائمة في الحياة نستعمل لها simple present. الحالة الأولى، نشوف شو علاقة هاي الحالة الأولى بالفعل. احنا عندنا سبعة فاعل، الهي والشي والإت أو السنجلر ناونز، الذي واليو والوي والآي أو البلورال ناونز. المضارع البسيط، علاقة الفعل مع الهي والشي والإت، في اسم نضيفها للفعل مع الهي والشي والإت. هيك قوانين المضارع البسيط without any reason. Okay. الاس هاي طبعا إجبارية وليست اختيارية، ما بصير يعني أنساها وأحكي أنا جملتي صحيحة بس نسيت الاس. اوكي، اتفقنا الهي والشي والات والفعل حالة أولى اللي منقله الأديشن أو منضيف له الاس، الزي واليو والوي والآي الفعل حالة أولى without any addition. حكينا كمان مرة عادة تكرار علاج النسيان، ما ينطبق على الهي والشي والات، ينطبق على السنجلر ناونز على الأسماء المفردة، ما ينطبق على الذي واليو والوي، ينطبق على البلورال ناونز الأسماء الجمع. اتفقنا. إذا المضارع البسيط حالة أولى مع اس، حالة أولى without اس، بدون الاس. هاي صيغة الأفيرماتيف، يعني الجمل هنا مثبتة. أفيرماتيف يعني بوزيتيف، مثبتة. Now if I want to negate، if I want to change it from affirmative to negative، لو بدي أحولها من الأفيرماتيف to negative form، لنيجاتيف form. Or if I want to ask، لو بدي أنفي، لو بدي أسأل، لو بدي أنفي، لو بدي أسأل. أساس النفي إن يتم وضع النط هون، هي أساس النفي. أساس النفي يتم وضع النط هون. كي أساس السؤال إن بيجي عندنا فعل مساعد بمعنى هل، أو يعطي الفورم أو الصيغة تبعت السؤال إنه مساعد قبل الفعل. أساس السؤال إنه يجي فعل مساعد قبل الفعل يعطي الفورم تبع السؤال. كي في عنا عائلة رح تساعدنا من الأفعال المساعدة، بحيث نركب عليها النط في حالة النفي، نضعها قبل الفاعل في حالة السؤال. في عائلة مساعدة، هي نفس العائلة طبعا رح تساعدنا، عشان نركب عليها النط في حالة النفي يتم وضعها قبل الفاعل في حالة السؤال. شو هي هاي العائلة؟ يلا نتعرف عليها، وأكيد بتعرفوها بس نتذكرها كمان مرة. اسمها عائلة البيل فيربس، سوري الفيربس تو دو. اسمها عائلة الدو. عائلة الدو طبيعة هاي العائلة must be followed by the infinitive form. شو علاقتها بالفعل؟ لازم يجي الفعل بعدها بالحالة الأولى
الولد without any addition بدون أي إضافة. اتفقنا أفراد هاي العيلة. Does do بالpresent، الباست منهم did والباست participle done. هلأ مين اللي راح يقرروا يساعدونا؟ Yes does do، ما رحت على الماضي. هي حدود المساعدة اللي عندي does do، لأن إحنا بنحكي عن زمن simple present، فأكيد لما بروح عائلة do، عائلة do بدها تساعدني، اللي راح يساعدني منها المضارع من عائلة do، the present form من عائلة do، the present tense من عائلة do، does do. هلا الدز قررت تساعد من المضارع البسيط اللي إله اس لأنه بيشبهها، والدو قررت تساعد اللي ما إله اس لأنه بيشبهها. فالدز قررت تساعد مين؟ الهي والسي والات ان سينجولر ناونز. والدو قررت تساعد مين؟ الذي واليو والوي والاي والبلورال ناونز. اتفقنا؟ بس بتحكي لنا عائلة الدو لما بتستعملوا عائلة الدو في حالة النفي والسؤال لازم نجرد الفعل بعدهم، حتى الفعل اللي إلو إس رح يبطل إلو إس. نشوف كيف نحكي. for example اخترت الفعل talk لأنه الفعل talk هي موجود هنا. okay talk about يتحدث عن، وفي إشي اسمه كمان talk to. talk about يتحدث عن، talk about someone or something or somewhere يتحدث عن شيء مع شخص مع مكان مع. talk to يتحدث مع someone يعني talk about or talk to يتحدث، الفعل talk يتحدث. اوكي نشوف كيف بدنا نعمله. هون مختارينه او وضعينه بالsimple present without s، بدون s بالinfinitive form، لانها الفاميلي عباره عن they، العائله عباره عن they. هلا هي والشي والit talks في complement في تكمله طبعا. هاي بالأفيرماتيف. يلا بالنيجاتيف كيف تتخيلوا شكلها؟ يلا imagine with me، تخيلوا بالنيجاتيف. بالنيجاتيف doesn't talk، he she it doesn't talk. شوف كيف هي رجعناها لأساسها، هاي بالنيجاتيف form طبعا. about and the complement of my statement. okay بالانتروجاتيف does قبل الفاعل. وركزوا لي على نقطة or focus on the point، لازم نركز على نقطة ايش؟ الكابيتال and small letters. هون مثلا كابيتال، لما حطينا الدز بالأول الكابيتال راح للدز، وهون رجعت small letters. okay it's important point. yes إذا talks حالة أولى إلها s and فيها بالdoesn't، ركزتوا لي على كيف إحنا منجرد الفعل نسأل عنها بالdoes ومنجرد الفعل في النفي أو بالسؤال. إذا عند استعمالي لعائلة الدو بالنفي والسؤال بنجرد الفعل بعدها، or put the verb in the infinitive form، نضع الفعل في الحالة الأولى المجردة without any addition. حالة أولى إلها s and فيها be doesn't، أسأل عنها be does plus infinitive. حالة أولى ما إلها s، شو اللي رح نستعمله إلها؟ الإشي اللي بيشبهها don't بالنفي والdo بالسؤال. don't بالنفي والdo بالسؤال. وركزوا لي كمان مرة على شغلة أو على نقطة الكابيتال والسمول لترز. okay كمان I end it with a question mark. هون في complement and I end it with full stop. I end it with full stop. affirmative, negative, interrogative. the family talk about، العائلة تتحدث عن. يلا نعملها negative form. the family or they يعني العائلة عبارة عن they. they refers to the family. they don't talk about. بالسؤال do they talk about؟ my answer will be yes they do in the positive form or no I don't. no they don't in the negative form. again they talk يلا negate. they don't talk about. interrogative form do they talk about؟ yes they do in the positive or no they don't in the negative form. okay they don't talk about. Do they talk about؟ هاي السؤال yes or no question. دائما الفعل المساعد لما بيجي بالأول بصير معناه هل بالعربي، and its answer will be yes or no. okay طيب لو نجعله WH question بس يتم وضع الوات مثلا. for example here what do they talk about، عن ماذا يتحدثون. طلع كيف تيجي الوات عادي بدل الفورم الفعل المساعد موجود بمكانه. What do they talk about؟ okay and they talk about
قام نحكي الإشي اللي بيحكوا عنه. choose يختار choose choose chosen choice الاختيار the noun from choose هاي irregular verb فعل غير منتظم اللي ما موجود في اللغة easy to change it from simple present to simple past and past participle بنسميه irregular verb يعني فعل غير منتظم أو شاذ. select يختار selected selected and the noun from select is selection selection equal choice small choice إنه اختياري. listen and answer استمع وأجب. في عنا audio script النص السماعي اللي موجود عندنا هون في عنا listening طبعا النص السماعي مش موجود عندي هون اتفقنا أنا كتبت لكم إياه هون بطريقة كتير سهلة جبت لكم إياه وكتبت لكم إياه عشان أدرسه أنا وياكم كي ماما yes so do your best stay with me stay with me هلا first one في عنا صورتين لازم إيش نختار واحدة منهم according to the audio to audio script حسب النص السماعي أو الصوتي ماشي هاي نختار بس واحدة منهم في عنا one و two كمان صورتين رح نختار واحدة منهم وكمان في عنا two pictures نختار واحدة منهم وفي كمان two pictures نختار واحدة منهم بس قبل الاختيار وقبل ما نقرأ النص السماعي شو هاي الصورة What is she doing? She is buying a present. What is she doing? She is putting the flowers in a vase. تضع الأزهار في الفيز المزهرية. She is buying a present. تشتري هدية. What is she doing? What is he doing? What is he doing? He is washing the car. What is he doing? He is setting the table. What is she doing? She is watering the flowers. تسقي الأزهار. What is she doing? She is tidying up. هنا the bookshelf طبعا الرف الكتب. What is he doing? He is calling someone. بيتصل بشخص ما or phoning someone. What is he doing? He is using a computer. بيستعمل الكمبيوتر again in this picture. What is she doing? She is buying a present. What is she doing? She is putting the flowers in a vase. What is he doing? He is washing the car. What is he doing? He is setting the table. What is she doing? She is watering the flowers. What is she doing? She is tidying up. What is he doing? He is phoning someone or calling someone. بتصل بشخص ما. What is he doing? He is using a computer. نشوف كيف النص السماعي الموجود هنا هنا. المهم grandma الجدة grandma يعني grandmother and grandpa يعني grandfather grandma and grandpa يعني grandparents الجدين الجد والجدة الجدين لأنه ما and ba mother and father عبارة عن parents و grandparents الجدين the present continuous are coming قادمون talk about activities are happening or taking place now بيحكي عن أحداث بتحصل الآن or at the moment of speaking في لحظة الكلام are coming to visit us الاثنين عبارة عن day today اليوم سميرة great عظيم I'll put some flowers in a vase سوف أقوم بوضع أو سوف أضع بعض الأزهار بالفيز بالمزهرية التنس اللي هون واللي بلس انفينيتيف سوف it indicates future تشير إلى مستقبل طلعوا الويل إيش علاقتها بالفعل must be followed by the infinitive form from the verb إيش علاقتها بالفعل مع كل الفعل okay. بقدر أكتبها باللونج فورم أو بقدر أكتبها بالاختصار بالشورت فورم اتفقنا I'll put some flowers in a vase هاي الصورة الأولى إذن شو اللي اخترناها؟ ما بنختار ال buying a present شو اخترنا؟ put flowers in a vase هاي بي اخترنا ال بي يا منحط عليها الصح يا منحط عليها ال بي يعني we will label it correctly okay now The second one نشوف الصورة الثانية بدنا نشوف الاوديو سكريبت تبعها النص السماعي تبعها Mom here number two
Mom, that's really, that's really يعني that is really. هي اختصار للإز. هي short form لها. Is really busy. أساسها كان زمان قبل ما تكون مختصرة is. Is really busy كان مشغول. الإز زائد الصفة إيش اسمها simple present today. Can you help him please؟ مع مين تحكي can you help him؟ You هي عائدة على كريم، تحكي مع كريم. Can you help him please؟ هل تستطيع مساعدته؟ طلع الكان حتى الفعل بيجي بعدها بالinfinitive form. كريم yes of course نعم بالطبع. I'll wash the car سوف أقوم بغسل السيارة، سوف أغسل السيارة. طلع الويل إيش بعدها؟ فعل مجرد. يلا نروح نشوف اختيارنا الـ our choice or our selection. ما بنختار هاي الصورة اللي هي تبعت setting the table. إيش نختار؟ صورة الـ washing the car. إذا هون راح تكون الـ A الـ our correct choice اختيارنا الصحيح. ماشي ماما yes. Let's move to the third one. نروح على الثالثة. Move with me to the third one. Stay with me. اللهم صل على سيدنا محمد. المام Can you help me in the living room؟ هل تستطيع مساعدة لمين اليو هاي؟ مين الشخصية الثانية اللي موجودة معها؟ سميرة yes. Can you help me in the living room, سميرة؟ Please, هل تستطيع مساعدتي بغرفة المعيشة, please, سميرة؟ سميرة, yes, of course, I'll tidy up. سوف أقوم بالترتيب أو سوف أرتب نفس الحكي والبلس. إذا our correct choice, اختيارنا رح يكون الصورة الخاصة ب tidying up, not watering the flowers. شوف الووتر معناها ماء ومعناها يسقي، هون بمعنى يسقي، هون فيرب نوت نون، اوكي؟ وهي من الأفعال المنتظمة يعني ووتر ووتر ووتر. The last picture or the last two pictures. نشوف الأوديو سكريبت الخاص فيها. Number four or the fourth one، الرابعة and the last one يعني آخر واحدة. I'm sorry. Mom, Uncle Hassan's sent you a present this morning. أرسلك الأنكل حسن sent you a present هدية this morning هذا الصباح. Here it is. اتفضل. كريم it's a poster about animals. poster عن الأنيمالز عن الحيوانات. I'll phone him. سوف أقوم بالاتصال فيه. phone him يعني call him to say thank you. him refers to أنكل حسن. okay. to say thank you. من نشوف الصورة الخاصة بأنه calling or phoning or making a call اللي بيعمل مكالمة أو بيتصل. not using a computer. this one is the correct choice. هاي هي اختيارنا الصحيح أو our correct choice. I'll phone. okay. سهلين. يلا. move with me to look and say. قبل look and say برضو بدي أحكي لكم ملاحظة عن الويل كتبتكم إياها بطريقة حلوة علشان أنتوا كمان تكتبوها على دفتركم. بتمنى أنكم تكتبوها على دفتركم. I hope that. I wish that. هلأ الويل بلس infinitive علاقتها بالفاعل مع كل الفاعل. مع الهي الشي الات الذي اليو الوي الاي and singular and plural nouns. علاقتها بالفعل must be followed by the infinitive form from the verb. It indicates the future. بتدل على أشياء حصلت بالمستقبل. طبعا next plus time tomorrow أي سنة بعد 2020 and so on. ال negative form اللي إلها بس بنضيف لها not. هيها will not أو ال negative form بالاختصار. تطلع كيف شكلها غريب. ننفيها بالطريقة هاي بالاختصار. okay. plus infinitive. علاقتها بالفاعل طبعا أكيد إنه ما رح تتغير علاقتها بالفاعل حتى لو كانت بالنيجاتيف فورم أو بالإنترجاتيف فورم. الإنترجاتيف طبيعي تعلمنا إنه الويل رح تيجي قبل الفاعل. هاي الويل هل سوف. look and say under وقل. look and say under وقل. التعليق اللي فوق our grandma and grandpa جدنا جدتنا وجدنا are coming to visit us today. سيقومون بزيارتنا today اليوم. هلا great عظيم. I'll buy a present. سوف أشتري هدية. يعني كل الجمل شو رح نعمل عليهم؟ بس رح نكتب I'll
يعني I will، ونحط الأكتيفيتيز اللي موجودة هون صعبة، بس هاي الجملة رح نكررها مع الكل. Great، وبعدين is، رح نحط الأكتيفيتي الموجود. صحيح احنا بنعرف الأكتيفيتيز هاي، بس كمان مرة بنعيدها أنا وياكم. Stay with me ماما. قبل هيك كمان مرة رديت كتبت لكم الـ present continuous شكله are coming is coming am coming. اوكي، طبعا الفعل بتقدروا تغيروه، ضيفوا له الـ ing. اي فعل بدي اضيف له اي ان جي بنتهي بالاي، الاي ماست بي ديليتد، بتروح الاي. اتفقنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هلا الار ايش علاقتها بالفاعل مع الذي واليو والوي اند بلورال ناونز؟ الاز ايش علاقتها بالفاعل مع الهي والسي والات اند سنجولار ناونز؟ الام ايش علاقتها بالفاعل مع الاي؟ احنا اخذنا الاز والار والام اللي وراها اي شيء ما عدا الفعل اسمها مضارع بسيط سمبل بريزنت، بس لما يكون وراها فعل اللي بدنا نضطر لوضعه بالاي ان جي لانه هيك طبيعه عائله البيم، بصير اسمها present continuous. تكون it talks about activities or happening now. great، عظيم. great، عظيم. I'll، انا سوف. بدنا نحكي الاكتيفيتيز، يلا نعملهم هون. اعملهم على الدفتر، كمان احنا بنقدر نعملهم without our copy book. يلا اعملوا معي. Are you with me? Yes. I'll look under and say call. I'll dry the dishes. طبعا أول إشي بتحكوا هاي العبارة. Great. بعدين الأنشطة هاي كلها. Okay. I'll dry the dishes. سوف أجفف الصحون. I'll tidy up. سوف أرتب. I'll put flowers in a vase. سوف أضع الأزهار في المزهرية. I'll buy a present. سوف أشتري هدية. I'll wash the car. سوف أغسل السيارة. I'll make a cake. سوف أصنع الكيك. I'll set the table. سوف أرتب الطاولة. I'll water the flowers. سوف أسقي الأزهار. I'll tidy my bedroom. سوف أرتب غرفة نومي. I'll help my mom. سوف أساعد أمي. Again. يلا احكوا معي. Say with me. Say with me. Look with me and say with me. I'll dry the dishes. I'll tidy up. I'll put flowers in a vase. I'll buy a present. I'll wash the car. I'll make a cake. I'll set a table. I'll water the flowers. I'll tidy my bedroom. I'll help my mom. شو رأيكم نعملهم هون؟ I'll buy a present. I'll put the flowers in a vase. I'll wash the car. I'll set the table. I'll water the flowers. I'll tidy up. I'll phone my uncle. I'll use a crime جريمة إذا حطينا بعد ال will ing will plus infinitive. I'll use my computer. سوف أستعمل كمبيوتري. Again, يلا say with me. Say with me. Say with me. I'll ندخل عليهم ال I'll buy a present. سوف أشتري هدية. I'll put the flowers in a vase. سوف أضع الأزهار في المزهرية. I'll wash the car. سوف أغسل السيارة. I'll set the table. سوف أرتب الطاولة. I'll water the flowers. سوف أسقي الأزهار. I'll tidy up. سوف أرتب. I'll phone my uncle. I'll use my computer. The last one آخر مرة. I'll buy a present. I'll put flowers in a vase. I'll wash the car. I'll set the table. I'll water the flowers. I'll tidy up. I'll phone my uncle. I'll use my computer. انزل يلا. Move with me. I'll dry the dishes. I'll tidy up. I'll put the flowers in a vase. I'll buy a present. I'll wash the car. I'll make a cake. I'll set a table. I'll water the flowers. I'll tidy my bedroom. The last one, I'll help my mom. سوف أساعد أمي. تعرف إن بدنا نقرأهم كمان مرة عن الدفتر؟ Yeah. I'll buy a present. سوف أشتري هدية. Buy, bought, bought. يشتري. Irregular verb. فعل غير منتظم. ما ضفنا له الED. I'll dry the dishes. سوف أجفف الصحون. Dried. I'll put flowers in a vase. سوف أضع الأزهار في المزهرية. Put. I'll buy a present. سوف أشتري هدية. Buy, bought.
I'll wash the car. سوف أغسل السيارة. Wash, washed, washed. I'll make a cake. سوف أصنع كيك. Make, made, made. I'll set the table. سوف أرتب الطاولة. Set, set, set. بضلها زي ما هي. I'll water the flowers. سوف أسقي الأزهار. Water, watered, watered. I'll tidy my bedroom. سوف أرتب غرفة نومي. Tidy, tidy, tidy. I'll help my mom. سوف أساعد أمي. Help, helped, helped. Simple past الحالة الثانية من الفعل. Simple past الحالة الثانية من الفعل. Okay. I want to move with you now to page. Yes, to page 54. Move with me to page 54. Okay. Read and answer. استمع وأجب. نحكي الملاحظات اللي على الدفتر برضو بنرجع لها. Okay. في عنا إشي اسمه simple past الفعل حالة تانية. It talks about يتحدث عن past and activities عن أنشطة وأحداث happened or took place in the past حصلت بالماضي. الشكل was where زائد أي إشي ما عدا الفعل. زائد أي إشي ما عدا الفعل سميناه simple past. لو زائد فعل بدنا نحط له الـ ing. هلأ بدنا ندمج القاعدتين مع بعض عشان هيك نكتبها منيح منيح معي. okay. كمان مرة الـ was والـ where زائد أي شيء ما عدا الفعل شو سميناه simple past. الـ was والـ where زائد الفعل الـ ing past continuous ماضي مستمر. وكمان simple past برضو كمان الفعل الحالة الثانية اسمه simple past. إذا كيف شكل الماضي البسيط أو simple past فعل الحالة الثانية؟ كيف شكله الخاص بعائلة البي الواز والوير زائد أي شيء ما عدا الفعل؟ كي علاقة الواز بالفعل الآي والهي والشي والإت with where مع الذي واليو والوي. الواز والوير زائد الآي إن جي اسمها past continuous وزائد الفعل آي إن جي. إذا الفعل الحالة الثانية شو سميناه؟ ماضي بسيط. كنت الأجنبي. No bookshops. ما في مكاتب. الماضي البسيط حالة ثانية. الماضي البسيط حالة ثانية. simple past. هلا اللي رح ندرسها هون عشان هيك انتبهوا معي منيح منيح. الماضي البسيط حالة ثانية. بدنا نشوف كيف ندمجها مع الماضي المستمر was where زائد ing. ركزوا كمان مرة عليها. الحالة الثانية الماضي البسيط حالة شو تانية علاقتها بالفاعل مع كل الفاعل مع الهي والسي والإت والذي واليو والوي والآي والأسماء الجمع والأسماء المفرد singular and plural nouns والواز والوير زائد الفعل آي إن جي. اتفقنا؟ انتبهوا عليهم منيح. يس. كيف بدنا ندمجهم؟ في عنا إشي اسمه وايل. وايل معناها بينما. وايل معناها بينما. هاي linking word أداة ربط لازم يكون تربط بين جملتين. بينما كنت أعمل كذا صار كذا. ماشي. هلأ في عنا while ممكن تيجي at the beginning or in the middle أو بالمنتصف. إذا أجت بالأول إيش بدي يجي بعدها؟ ماضي مستمر. شو يعني ماضي مستمر؟ was where زائد ing. إذا أجت بالنص شو بدي يجي بعدها؟ برضو ماضي مستمر was where زائد ing. كمان مرة اجت بالأول ببداية بالبداية was where must be followed by was where زائد ing. طبعا my choice اختياري للwas أو where according to what according to the subject حسب السبجكت. عرفنا الwas إنها مع الهي والشي والإت والآي and singular nouns والwhere مع الذي واليو والوي and the plural nouns. okay. كمان اجت بالنص was where زائد ing. الشق الثاني رح يجي simple past حالة تانية. الشق الثاني رح يجي simple past حالة تانية. شفتوا كيف؟ رح تكون اوضح واوضح من خلال الجمل او الكلوزز اللي عندنا. طبعا بكون الحدثين التو ايفنتس الموجودات at the same time بكون حصلوا بنفس الوقت. ملاك هلأ we have while was where plus ing. هلأ we have corrected the verb between brackets صحح الفعل
بين الأقواس، بدها تيجي على شكل صحح الفعل بين الأقواس. نشوف كيف تصحيح الفعل بين الأقواس. هاي جملة: I start. لا not I، it إنها يعني sky. الإت يعني إيش مالها؟ sky السماء. It start to rain، بدأت تمطر. While بينما هم كانوا ينتظرون for the plane، طلع البريبوزيشن المناسب للويت اسمه for، ينتظر. ويت إذا إيش البريبوزيشن المناسب لإلها أو حرف الجر؟ for. Okay. هم كانوا لأنها كانت تمطر بينما كانوا ينتظرون their plane طائرتهم. هاي their possessive adjective. Okay. عائد على مين؟ على الأنكل والأنت. هلأ we have why. هاي هالواي شو حكينا في بعدها؟ was أو where، لأنه في عنا they إيش بدها تاخد؟ where waiting، لأنه في عنا they إيش رح تاخد؟ we're waiting. وهون رح تيجي حالة تانية، الوايل إيش بعدها؟ was أو where. الذي إيش بتاخد؟ الوير. والذي we're waiting، وهون إيش بدها تاخد؟ الحالة التانية من start started. كيف؟ إذن إيش الحال؟ والcorrect the verb حكينا إيش الcorrection؟ started. we're waiting، we're waiting. تعرف على الأفعال هاي كمان مرة: start يبدأ، started started، wait for ينتظر، waited for and waited for. على فكرة بتعرفوا هاي الجمل شو هي اللي أنا معملها فيها؟ هاي الجمل اللي هو okay. هاي it started to rain، بدأت تمطر، بينما while they were waiting. هم أصلاً عاملينها done. سلمى was at the airport. هلا سلمى كانت بالمطار with her mom and dad، مع her mom والداد اللي إلها. it started to rain، بدأت تمطر، while they were waiting for their plane. هي نفس الجملة اللي كتبناها، بدأت تمطر بينما كانوا ينتظرون طائرتهم. it started to rain، بدأت تمطر، while they were waiting، بينما كانوا ينتظرون. طبعا الكومبلمنت اللي إلها ينتظرون شو؟ for their plane طائرتهم. هلا بعملكم الجمل الأربعة اللي هون، اتفقنا؟ سلمى's father. هلا والد سلمى، هي اس الملكية possessive اس، قبلها اسم هيك قاعدتها الاشتقاقية وبعدها اسم. stand up كان يقف، وايل سلمى ريد كانت تقرأ، بينما سلمى كانت تقرأ. الوايل إيش بدي يجي بعدها؟ was where، مع سلمى was reading، مع سلمى was reading. الجهة الثانية حالة تانية stood up، طلعوا كيف هون إجت يجي stood up. الحالة الثانية كنت أنا بحفظ الأفعال طبعا الثانية والثالثة من كل فعل، يعني لازم أحفظها. I have to study them well. okay. stood up، وهون was reading، هون stood up حالة تانية، وهون مع سلمى was reading. شفت كيف الوال إيش بعدها؟ was reading، قبلها stood حالة تانية. الشق التاني stand up يقف، stood up stood up، read يقرأ، read read. نشوف هالجملة هاي: سلمى's father stood up كان يقف، while سلمى was reading. شفت الجملة من وين جبتها؟ هلأ the wind الريح، the wind الريح get stronger. شو معنى get هون؟ يعني become، أصبح become، became، become، get، got، got. stronger يعني أقوى، هاي comparative form، صيغات ال is comparative التفضيل المقارنة، هاي التفضيل منها أو superlative the strongest. هلأ get stronger الريح صارت أقوى. while بينما كانت البلين تيك اوف تقلع، بينما كانت الطائرة تقلع. هلا الوايل ايش بيجي بعدها؟ was where، البلين لانها بلين واحدة was taking off، البلين was taking off، مع البلين was taking off. الشق الثاني حالة ثانية، الحالة الثانية من الجيت got، الحالة الثانية من الجيت got، وهون was taking off. اوكي okay.
كي سهلين سهلين. اللهم صل على سيدنا محمد. جيت يصبح جوت جوت تيك اوف يقلع توك اوف تيكن اوف. اوكي مين هاي الجملة هون؟ يلا نتعرف عليها. The wind got stronger. شوفوا هم ما هم عاملينهم هون الأزمنة، بس أنا عملت لكم إياهم على شكل correct the verb between brackets، صحح الفعل بين الأقواس عشان تفهموهم أكتر وعشان أفهمهم أنا وياكم بشكل أكتر. يس ماما. The wind got stronger. هلا الريح أصبحت أقوى، هي الماضي من get. while بينما، بينما شو حكينا؟ الطائرة تقلع. وين الطائرة تقلع؟ هاي هذا plane was taking off، بينما كانت الطائرة تقلع. نفس الجملة، شفتوا كيف ما أسهلها؟ الحمد لله إنها سهلة. هاي get got got take off took off taken off. the last one آخر واحدة، هيها آخر واحدة. سلمى here كانت تسمع النويز يعني صوت ضوضاء while the plane land، بينما كانت الطائرة تهبط. هلا الوايل إيش بعدها؟ بعدها was where زائد الـ ing مع الـ plane لأنها singular، لتاخذ was landing was landing كانت تهبط. الشق الثاني heard. على فكرة هذا الفعل اللي بمعنى يسمع ما منضيف له اي دي، بس دي هيك طبيعته. شفتوا كيف؟ في ناس بدفوا له اي دي، بس لازم يضيف له بس دي، هيك طبيعته. احنا ما بنحذر على فكرة من الافعال شو الفعل حالي تاني وتالتة، هيك موجودين هيك بس بنحفظهم، اتفقنا؟ وبنفهمهم. هلأ the plane was landing، وهون الفعل الحالي التاني here يسمع here tear land يهبط landed landed. the opposite of land take off. آخر واحدين قرأها كمان مرة. سلمى heard a noise، سمعت صوت الضوضاء while بينما the plane was landing. هيك بنكون عملنا التمرين اللي هون، اتفقنا؟ هاي read again طبعا على ضوء هون أول إشي بدنا نقرأ. read again اقرأ مرة أخرى، احنا طبعا لسه ما قرأناها، هلا بقرأها انا وياكم. and match وفق بين match، احنا عملنا matching وقرأناها وعملناها على شكل correct the verb الحمد لله رب العالمين. match the sentences بتنوصل الجمل، tell the story ونخبر القصة. خلص احنا حكينا الاشياء اللي بدنا اياها. اوكي احنا رح نرجع هون نقرأ اللي موجود عندنا هون. قبل ما نقرأ اللي هون حط شوية ملاحظات طبعا او كلمات منها، بعدين نرجع نقرأها انا وياكم. Stay with me, mama. Safe, آمن. Safely, بأمان. The plane is safe. الطائرة آمنة. The plane landed safely. الطائرة تهبط بأمان. طلعوا كيف الظرف الأدفيرب بيصف الفعل landed. أما الأدجكتف الصفة بتصف الاسم أو الضمير. It is safe. إنها آمنة. The plane is safe. Describes what? الأدجكتف describes what? Noun or pronoun? It or plane? Here the adverb describes what? It describes the verb. الظرف يصف الفعل. Landed safely. How did the plane land? كيف البلين تهبط؟ It landed safely. How is the plane? The plane is safe. How is it? It is safe. Soon, حالا أو سريعا. The beginning of the school holidays. بداية ال عطلة المدرسية. begin يبدأ began begun. start يبدأ started started. journey رحلة. cousins أبناء العم أو أبناء الخال. our cousins أبناء عمنا أو أبناء خالنا. الأول هاي من وين؟ هاي possessive adjective ضمير الملكية من الوي. My cousins أبناء عمي أو أبناء خالي. الماي هاي البوسيسيف أجكتيف أو ضمير الملكية الذي يصف الاسم من الآي. ريد يقرأ ريد ريد كلها ريبيتد مكررة. تشيك يتفحص أو يدقق أو يتحقق. تشيك تشيك. The weather is good الجو لطيف نايس يعني.
حكينا إحنا ال he وال she وال it مع ال is زائد الصفة اسمها مضارع بسيط. they وال you وال we وال are مع الصفة اسمها مضارع بسيط. ال I مع ال am زائد الصفة اسمها مضارع بسيط. simple present. ال is وال are وال am مع الصفة مضارع بسيط. ال is وال are وال am مع الفعل ing present continuous مضارع مستمر. هاي قصة عائلة البي مع الصفة طبعا مع الاسم مع الجار والمجرور مع اشي من دون الفعل طبعا اسمها مضارع بسيط، اما مع الفعل ing present continuous يعني اكيد يعني مع الفعل ing ما راح تيجي مع الفعل الا بال ing الا في حالات زي الباسف والكوز طبعا بصير انه حكي تاني، اما بالحالات العادية هيك الواز والوير زائد الصفة حكينا عنها ماضي بسيط ماضي بسيط، أما الواز والوير مع الفعل ing ماضي مستمر past continuous. we were high in the sky نحن بالأعلى في السماء simple past هيها where زائد صفة where زائد صفة يلا نعملها simple present we are high in the sky we were reading هي present continuous past continuous شو present continuous was where زائد ing past continuous كلا نعملها present continuous are reading بصير present continuous were reading بصير past continuous هاي الأفكار من هون على فكرة the wind is bad الريح سيئة هاي simple present هاي إزا أتصفة يلا نعملها simple past the wind was bad The wind is bad. يلا نعملها بالنيجاتيف isn't. يلا نعملها بالانتروجاتيف is the wind bad? My answer will be yes it is or no isn't. The wind is strong. الريح قوية. Simple present. مضارع بسيط هي زائد صفة. نعملها بالsimple past. Yes the wind was strong. The wind is strong. هي بالaffirmative. يلا نعملها بالنيجاتيف the wind isn't strong. يلا نعملها بالانتروجاتيف is the wind strong? And my answer will be Yes, it is or no, it isn't. The plane landed. الطائرة هبطت. هاي simple past. حالة تانية. شو رأيكم ننفيها أو نعملها بالnegative form؟ حالة تانية ننفيها بالdidn't. The plane didn't land. بالinterrogative did the plane land؟ طلع كيف رجعنا الفعل للإيش؟ للمجرد. حالة تانية إيش بنعمل؟ ننفيها بالdidn't. نرجع الفعل لأساسه. نسأل عنها بالdid. نرجع الفعل لأساسه. هيك الماضي البسيط الحالة الثانية هي عائلة الدول متعاونة حتى بالماضي أعطتنا did بس جردنا الفعل بعدها did the plane land هل الطائرة هبطت yes it did in the positive form or no it didn't in the negative form the plane landed هي affirmative أو positive the plane didn't land هي بالنيجاتيف قيسوا عليها أي فعل ثاني بالماضي البسيط did the plane land هي بالinterrogative or بالquestion Arrive, yourself, arrived, arrived. Arrival, الوصول, the noun from it. Board, the plane, يعني يصعد الطائرة. Board, boarded, boarded. What is the weather like? كيف نسأل عن الجو? What is the weather like? يعني كيف الجو? يعني how is the weather? طب لو نسأل عنه بالماضي. What was the weather like? يعني how was the weather? Again, كيف نسأل عن الجو? When I want to ask about the weather, what is the weather like? يعني how is the weather? كيف الجو? هاي بالpresent بالpast we change is to was. Is to was. Is to was. Think يعتقد thought thought give يعطي gave given move with me to our pupils book. Beige 54 حكينا. Page 54 اتفقنا read and answer اقرأ واجب what was the weather like هنا بسأل عن الجو بالماضي مش إذا حكينا هنا بالماضي was on the journey كيف كان الجو on the journey في الرحلة my story قصتي the plane journey رحلة الطائرة it was the beginning of the school holidays إنها كانت هي simple past بداية العطلة أو الرحلات أو العطل المدرسية I was at the airport أنا كنت في المطار
with my mom and dad, مع أمي وأبي. We were going to Aqaba. كنا ذاهبين للعقبة to visit our cousins, لزيارة عمنا أو عمنا أو عمنا أو خالنا أو أعمامنا أو أخوالنا. الكوزن العم أو الخال. It was my first journey by plane. إنها كانت رحلتي الأولى by plane, بواسطة الطائرة. We checked in. فحصنا السوت كيس طبعاً, الحقائب لنا أو الوضع كله. And then we waited for, انتظرنا our plane, طائرتنا. It started to rain, يعني بدأت تمطر. هاي الجملة منها تحت هون وما رح أعيدها كمان مرة, ماشي. It started to rain, بدأت تمطر. While we were waiting, اطلع على حطه كيف ال while. إيش إجا بعدها؟ Where زاد ing. إيش إجا قبلها؟ حالة تانية. بينما كنا ننتظر for our plane, لطائرتنا. It was windy, كان الجو إيش ماله؟ windy too أيضا. It's okay, حسنا. سيد مام, قالت الأم. هاي شو سميناها؟ سيد مام سميناها الكلام اللي حكته المام, سميناه speech, كلام. بالفيديو السابق the weather is good in Aqaba, الجو لطيف في العقبة. طلع كيف أسماء السيتيز نكتبها بالكابيتال. مام gave me, الأم أعطتني. المي عائدة عمين؟ سلمى. سلمى بتحكي عن حالها I, بس تيجي بقى الآي بعد الفعل بصير اسمها مي بالأوبجكت. اللي أعطتني my favorite book, أعطتني كتابي المفضل. هاي كمان الماي كمان refers to سلمى. كل I المي my mine عائدة على سلمى لأنها هي اللي بتحكي القصة. She is storyteller, okay, هي الراوي للقصة. mom gave me, أعطتني my favorite book, كتاب المفضل. dad stood up, الأب توقع. هاي قبل شوي عملناهم الجمل هون. dad كان يقف while I was reading. اطلعوا كيف ال while ايش اجي بعدها. was aware مع ال I was reading, وهون حالة تانية. it's time to board, انه حان الوقت. it's time يعني it's a proper time to board, انه نصعد the plane. he said, هو قال. حكينا اللي فيها said ايش بتكون عبارة عن speech, اي اسم بيكون بيحكوا الكاركترز تبعين الستوري الموجودين عندنا. we climbed the stairs, طبعا تسلقنا او صعدنا الى الستيرز الدرجات to the plane, الطائرة. and we sat down, جلسنا. the wind got, got يعني become, became, become, اصبحت, became يعني هنا نحكي عن أحداث ماضية. stronger أقوى. while, while the plane, هاي while إيش إجا وراها؟ was aware زاد أنجي plane لأنها مفرد أخذت was زاد أنجي. الشق الثاني كان حالة تانية got, get, got, got. قبل شوي كمان مرة عملناها. stronger while with the plane was taking off, بينها كانت الطائرة تقلع taking off. I hope, أنا آمل الـ I عائد على سلمى refers to سلمى. هي البوينت 4 هي story teller. I hope that the plane is safe, بتمنى إنها الطائرة تكون آمنة. plane is safe يعني it landed safely. yes I thought, أنا فكرت. we were soon, نحن سريعا أو حالا high in the sky, صرنا إيش بالأعلى في السماء. the pilot talked to, هاي talk to يتحدث مع, هون talk to يتحدث مع, مع وأخذناها قبل شوي talk about يتحدث عن, صح ولا لا؟ yes. the pilot talked to everyone, تحدث مع كل شخص on the plane, في الطائرة. the wind is very bad today, الريح سيئة جدا اليوم. he said, هو قال. he refers to the pilot, عائدة على البايلوت اللي هون. هو قال. but don't be frightened, ما تكونوا خائفين أو لا تكونوا خائفين. don't be frightened, don't, هي الامبراتيف فور النيجاتيف, الأمر المنفي. don't be frightened, لا تكونوا خائفين. frightened هي adjective, صفة. the plane is safe, الطائرة آمنة. and we are landing soon, ونحن نهبط سريعا. I hear, أنا سمعت a noise, صوت الضوضاء أو الصوت العالي. heard هي ماضي بسيط اللي قبل ال while. ال while the plane was landing, الجملة was landing ماضي مستمر. it's alright, حسنا الوضع يعني حسنا كويس. dad said, الأب قال, يعني الوضع بخير. dad said, هذا طبعا عبارة عن speech. it's just the wind, إنها كانت مجرد ريح. the plane landed safely, الطائرة هبطت بسلام.
هون سيف للظرف بصف الفعل، هون سيف adjective صفة تصف الاسم. The plane landed safely on the ground على الأرض. We arrived in عقبة، نحن وصلنا إلى العقبة. I was very happy، أنا كنت سعيد جدا. هاي ماضي بسيط الجملة. Now I want to read without the translation، خلص عملناها اللي تحت. I read again and match the sentences till the story. What was the weather like on the journey? My story. The plane journey. It was the beginning of school holiday. Holidays. I was at the airport with my mom and dad. We were going to Aqaba to visit our cousins. It was my first journey by plane. We checked in and then we waited for our plane. It started to rain while we were waiting for our plane. It was windy too. It's okay, said mom. The weather is good in Aqaba. Mom gave me my favorite book that stood up while I was reading. It's time to board the plane, he said. We climbed the stairs to the plane and we sat down. The wind got stronger while the plane was taking off. I hope that the plane is safe, I thought. We were soon high in the sky. The pilot talked to everyone on the plane. The wind is very bad today, he said, but don't be frightened. The plane is safe and we are landing soon. I heard a noise while the plane was landing. It's all right, Dad said. It's just the wind. The plane landed safely on the ground. We arrived in Aqaba and I was very happy. Thank you for your listening and have a nice day.